السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في مثال جديد نتعلم من خلاله كيفية التحليل باستخدام نظرية العناصر المحددة Finite Element وبرنامج أباكوس CAE للمبتدئين. اليوم مثالنا راح يكون عن One Dimensional Analysis، ومن خلاله راح نحاول أنه نسلط الضوء على بعض الأمور اللي ما تعلمناها بالأمثلة السابقة. من خلال هذا المثال مالتنا راح تكون الأوبجكتيفز هي كالتالي: بالتأكيد احنا أول ما نبدي راح ننطي مجموعة inputs للبرنامج مالتنا اللي هي شكل الستراكتشر اللي احنا دا نشتغل عليه، الستيفنس مال هذا الستراكتشر، نوع الإليمنتس اللي نريد نستخدمها، نوع الأناليسيس اللي نريد نستخدمه، وبعدين راح نحصل output. فاليوم نحاول انه نسلط الضوء على كيفية التعامل مع الoutput اللي يطلع لنا، شلون نقدر انه to collect the data، شلون نقدر انه نرسم هاي الداتا باستخدام برنامج أباكوس. كذلك راح نحاول انه نسلط الضوء على شيء ثاني. اليوم راح نحاول انه نتعلم how to do a selection of element type، يعني اذا غيرنا نوع الاليمنت المستخدمه في تحليل هذا المنشأ او هذا الستراكشر ما تأثير ذلك ولماذا. وراح نحاول انه نتعلم ايضا شلون من الممكن انه اذا غيرنا الميش سايز مالتنا شلون راح يكون تأثيرها على الاوتبوت، هل راح يكون لها تأثير ام ما راح يكون لها اي تأثير، وشنو السبب، او بالاحرى احنا ندرس في شيء نسميه الميش سنسيتيفيتي اناليسيس. اوكي، فنبدي بسم الله الرحمن الرحيم، وراح نقول انه بصورة عامة هذا المثال اللي اليوم راح نحكي عنه هو عبارة عن simple elasticity problem، فراح نخلي ببالنا انه احنا دا نشتغل لحد الان ضمن الالاستيك ليميت، احنا ما انتقلنا الى البلاستيسيتي. كذلك الديسبليسمنت هنا عندنا الابروكسيمت سوليوشن وعندنا الاكزاكت سوليوشن، وبالابروكسيمت سوليوشن اتس ان ايتش اليمنت باي ا لينير اور كوادراتيك بولينوميال، يعني ممكن انه يكون الاكزاكت سوليوشن باستخدام لينير اليمنت وممكن انه يكون باستخدام كوادراتيك اليمنت. طيب شنو الـ problem description مالتنا؟ الـ problem description هو كالآتي: إحنا عندنا بار، ولما نقول إنه عندنا بار معناها إنه نتوقع القوة المسلطة على هذا البار هي قوة محورية، يا إما تكون tension يا إما تكون compression. إحنا هنا بدنا نحلل tension أو compression اللي ممكن يصير بهذا element، وما راح نتوقع إنه إحنا بدنا نحلل مثلا moment مثل في حالة البيم. At x تساوي صفر، اليو تساوي صفر، معناها النهاية اليسرى لهذا البار هي نهاية مقيدة ولا تستطيع أن الاستطالة في هذا المكان، وطول هذا البار مالتنا هو يساوي النعل. مسلط على هذا البار نوعين من القوى، القوة الأولى هي constrained force اسمها P، وصايرة بنهاية البار اليمنى النهاية الحرة، وكذلك عندنا قوة ثانية هي Q، وهي عبارة عن قوة منتشرة على طول هذا البار. طيب هذا لحد الآن هو الوصف العام، أما إذا ردنا ندخل بالتفاصيل فراح نعرف أنه طول البار يساوي لنا 10 إنج، مساحة مقطع العرض تساوي لنا 1 إنج مربع، و المودولوس أوف إلاستيسيتي مالته هو 10,000 PSI، مقدار القوة Q هي 20 باوند لكل إنج، ومقدار القوة P هي 100 باوند مركزة في نهاية البار من الجهة اليمنى. طيب الـ exact solution لهذه الحالة هي أنه نفرض الـ displacement field كـ function من X، U is a function of X and it's equal to 0.03X minus 0.00X square in inch. وإذا عوضنا at u تساوي لنا صفر راح تكون displacement تساوي صفر، وهذا شيء طبيعي لأنه هاي نهاية مقيدة، وبالنهاية الحرة at u تساوي لنا 10 inches فراح تساوي لنا ال u راح تساوي لنا 0.4 inch. هذه تنتج هذه بأنه نعوض قيمة صفر بدال x بالمرة الأولى و10 بدال x بالمرة الثانية. أما إذا ردنا نشوف الستريس فيلد، والستريس فيلد نقدر نطلعه هنا ببساطة هو أنه نشتق الـ U with respect to X مرتين حتى نطلع
عفوا نشتقها مرة واحدة حتى نطلع السترين، ونضرب السترين في الموديولوس اوف الاستيسيتي. بما انه الموديولوس اوف الاستيسيتي ثابت، راح تطلع عندنا الستريس فيلد مثل ما نشوف بصورة واضحة هنا. يعني الـ E في الـ DU over DX، DU over DX هو السترين مضروب في المودولس of elasticity، ويساوي لنا 300 minus 20X، وهذه وحدتها راح تكون الـ PSI. فالستريس at 0 يساوي لنا 300 PSI، والستريس بالنهاية الحرة يساوي لنا 100 PSI. زين، قبل أن ندخل على الـ comparative study هنا، راح نروح نحاول أنه نحل هذا المثال مالتنا باستخدام الأباكوس. فإذا إجينا هنا ونبدي من البداية الطبيعية إنه نسوي part، ولأنه إحنا دا نشتغل one dimension هنا، فراح نختار modeling space بدل 3D راح نحول إلى 2D planner. التايب راح نعيفه deformable، بس البيس feature راح نختار wire، والapproximate size 200 كل شوية راح نأخذ فقط 20. نقول لك continue. راح نرسم line بدايته من minus 5 0 to 5 0. نضغط على هذا الاكس الاحمر ونقول دان، فصار عندنا هذا هو البار مالتنا. نعرف المواصفات مالته كالاتي، راح اترك انه النيم اسمه ماتيريال ما ياثر شيء. نروح على ميكانيكال الاستيسيتي الاستيك، ونختار اليونغ موديولوس is 10,000. أما الـ Poisson's Ratio فهالمثال هذا ما إلها أي أهمية، حتى إذا نخليها صفر ماكو مشكلة. نسوي Create to our section، وراح نسميه Cross Section، ممكن تسموه أي اسم يخطر ببالكم. وراح نختار الـ Category Beam والـ Type، ما راح نختار Beam، راح نختار Truss. نقول لك Continue. راح يسألنا هل إنه تختار Material 1؟ Yes، راح أختار Material 1. والكروس سكشن اريا راح اتركها واحد لانه هي تساوي الكروس سكشن اريا بحالتنا هذه. طيب بعدين نسوي سكشن اساينمنت، نختار هذا نذكر دان. راح يسالنا هل انه نستخدم السكشن اللي اسمه كروس سكشن، نقول له يس. بعد البروبرتي نروح الى الاسمبلي ونختار بارتس اندبندنت، اوكي. بعدها ننتقل للخطوة اللاحقة انه to create a step، ونختار step. بحالتنا هذه راح نترك كل شيء مثل ما هو. produced procedure type راح تكون general، وراح نختار static general. نضغط continue، نترك كل شيء على حاله ونقول اوكي. وبعدها ننتقل الى load. راح اعرف بالبداية ال boundary conditions، والباوندري كونديشنز مالتنا راح تتكون من 2 باوندري كونديشنز. الاول راح يكون هو بالنهايه اليسرى، راح نختار displacement or rotation، نقول لك continue. وراح نختار هذه النود اللي بالنهايه done، ونضغط على u1 is equal to 0، معناها احنا قيدنا حركتها باتجاه الاكس، نقول له اوكي. والباوندري كونديشن الثانيه هذه راح تكون لكل البار مالتنا، وراح نذكر بها انه الـ U2 تساوينا صفر. ليش نسوي هاي العملية؟ حتى نمنع اي هطول ممكن يصير بالبار مالتنا. طيب بقالنا شنو؟ بقالنا انه نعرف القوة مالتنا. القوة الاولى هي Concentrated Force، راح اللي هي اسمها P. Continue. P هي بالجهة اليمنى من البيم، وقيمتها 100 باوند باتجاه اليمين. النوع الثاني من القوة هي قوة منتشرة، لذلك راح نختار body force. continue. نختار هذا البار مالتنا done، وأيضا هي الكومبوننت باتجاه واحد أو باتجاه x، وقيمتها 20. راح نقول اوكي. لحد هاللحظة هذه احنا نجحنا انه نرسم البار مالتنا، ونجحنا انه نحدد الباوندري كونديشنز مالته والقوة المسلطة عليه. وبهذه النقطة راح تكون نقطة جيدة للتوقف في هذا الفيديو، ونكمل بقية شرح الدرس في الفيديو القادم إن شاء الله. أتمنى أنه تنضمون لنا. أهلا وسهلا بكم.